أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قد علموا أن جاءهم منذر منهم أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي
فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء
كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا
بطش فنقضبوا في البلاد هل من محيص إن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر صدق الله.